اهلا وسهلا بيكم. في ناس كتيره بتسال ازاي اكون دكتور بيطري شاطر في مجال البيتس. طيب انت كحد لسه مبتدئ او كطالب لسه في كليه طب بيطري ما عندكش اي خلفيه عن الحيوانات او عن سلوكياتها، طبعا انا اول حاجه بنصحك بيها انك انت تمتلك حيوان اليف، يكون عندك قطه او كلب في البيت، خصوصا للناس طبعا اللي هم بيخافوا من الحيوانات الأليفة وبيخافوا يقربوا منها. طبعا انت لما يكون عندك حيوان أليف في بيتك هتكتشف ان اخوك الصغير بيخوف اكتر منهم يعني. فطبعا يعني اول خطوة زي ما قلت انه انت يكون عندك الحيوان الأليف ده بتتعود عليه، طبعا خصوصا في كل مراحل النمو بتاعته من الاول لغاية قبل البلوغ، مراحل ما بعد البلوغ، المشاكل الصحية اللي ممكن تحصل في الفترات دي، وكمان ازاي بتتعامل معاها في نفس الوقت، ازاي تعرف البيهيفير بتاع الانيمال دون، طبعا ازاي تو ابروتش حتى الحيوان او كده. وده يعني طبعا مهم جدا جدا لانه انت لازم تبقى عارف كويس ازاي ايه هي مثلا الابروتش السليم للحيوان من انهي اتجاه من غيره، بحيث انك انت ما تأذيش الحيوان وما تأذيش نفسك كمان او تحسس الحيوان بأي عصبية تجاهك. كمان انت لما بيكون عندك حيوان اليف انت ده بيساعدك انه انت بتكون فاميليار اكتر مع كل شيء، حتى في النواحي الطبية بتشوف كل شيء مع الحيوان دون، وبالتالي بتبقى انت بياخد منك او بيديك فرصة كبيرة انه انت يعني بتحتك بامراض انت ممكن حتى لسه ما درستهاش، ولكن بيديك يعني باك جراوند كويس عن الحيوانات وعن طبيعه اكلها، طبيعه الامراض اللي بتجيلها في الفتره دي او غيره، فبيخليك مور فاميليار معاها. فبخلاصه كده شديده، ما ينفعش يكون في دكتور بيطري ما عندوش حيوان في بيته، حيوان اليف او كده، لانه يعني بصراحة أنا شايف إن هي إزاي أنت هتنصح الناس إن هم يتعاملوا إزاي أنت أصلا ما بتعرفش تتعامل مع الحيوانات، أو إن أنت مش حاسس بالحيوانات أصلا. يعني أنت لما يكون عندك حيوان تعرف قد إيه إن المخلوقات دي يعني بتمتلك من الرقة ومن الحنان اللي حتى كتير من البشر بيفتقدوه يعني. فأنت الموضوع بالنسبة لك هيبقى كويس جدا، وكمان هيخليك مور فاميليار مع إنك أنت تو أبروتش المشاكل الطبية وحتى الصحية والناحية التغذية بالنسبة للحيوان. خليكم معايا إن شاء الله، أول بأول بنكون معاكم بنديكم معلومة مفيدة ليكم، وبالتوفيق دايما إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. يلا سيبكم مع الفيو الرائع دون، قلت أهدلكم أعصابكم شوية. يلا باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.